شاهدان في عدوان جديد على غزة، وعباس يطالب بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال. طيران المالكي يكثف غاراته على محافظات السنة، والمعارك تتواصل في تكريت. خمسة وثلاثون قتيلا في سوريا، والائتلاف المعارض يختار رئيسا جديدا له. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة المجد نحييكم، وهذه نشرة الأخبار. استشهد فلسطينيان وأصيب آخر في غارة إسرائيلية نفذتها طائرة من دون طيار على مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي الضفة المحتلة واصلت شرطة الاحتلال عملياتها القمعية، حيث اعتقلت 35 فلسطينيا خلال احتجاجات على مقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير. درة جديد ربما يمثل أيقونة انتفاضة فلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم. شيئا فشيئا تنتقل الاحتجاجات بين المدن الفلسطينية كالنار في الهشيم، اعتراضا على مقتل الفتى محمد أبو خضير الذي أعلن النائب العام الفلسطيني أنه أحرق حيا على يد إسرائيليين اختطفوه وهو في طريقه لأداء صلاة فجر الخميس الماضي. أحداث سوداء أثارت غضب الشباب الفلسطيني، فاندلعت اشتباكات بينهم وبين الشرطة الإسرائيلية في أحياء متفرقة من مدينة القدس المحتلة، وشهد مخيم شعفاط مواجهات في محيط منزل الشهيد، كما اندلعت مواجهات في حي رأس العمود ومناطق قلنسوة وطيرة المثلث والنصرة وأم الفحم داخل الخط الأخضر، وانتهى الأمر باعتقال عدد من الفلسطينيين. وبينما تنتفض المدن الفلسطينية، طالب الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، وذلك خلال رسالة عاجلة سلمها لممثل الأمين العام للأمم المتحدة. تشكيل لجنة تحقيق دولية بخصوص الجرائم الإرهابية المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني والانتهاكات بما في حرق الفتى محمد أبو خضير حيا. هذا الفتى الذي لا يزيد عن 15 عاما أحرق حيا، أكيد أن هذا يذكر بأحداث كثيرة حصلت في الماضي، القتل الحرق حيا. عباس أكد كذلك أن القيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم للتحضير لخطوات كفيلة بردع العدوان ولجم جرائم المستوطنين والاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة. بينما اكتفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصريح خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي بأنه سيتعامل بهدوء ومسؤولية مع الأعمال العدوانية، مؤكدا أنه سيقوم بكل ما هو ضروري لأمن إسرائيل. تصريحات جاءت تزامنا مع إلقاء جيش الاحتلال القبض على فلسطيني في مدينة الخليل، وزعمت سلطات الاحتلال أنه مشتبه به في عملية قتل الإسرائيليين الثلاثة. الليلة الماضية داهموا البيت وطوقوا المنطقة، وكان هو موجود ببيته يعني عادي، يعني هو عايش عند أولاده ومرته وما بقاش يغيب ولا يوم عن البيت، أكله وشربه وشغله وعمله وأولاده موجودين في بيته، وداهم البيت الليلة الماضية وتم اعتقاله وطلعوا فوق وأخذوه وغموا عينيه وأخذوه في السيارة الإسرائيلية. يد تبطش وأخرى تدلس. ففي محاولة لتهدئة الأجواء الساخنة في فلسطين وردود الفعل الدولية الغاضبة، أعلن مسؤول إسرائيلي أن السلطات اعتقلت عددا من اليهود المشتبه بهم على خلفية حادث مقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير. كما قررت محكمة إسرائيلية الإفراج عن الفتى طارق أبو خضير الأمريكي الجنسية وابن عم الشهيد محمد أبو خضير، وذلك بعد ظهور فيديو يبين شرطيين إسرائيليين وهما يضربان الفتى بقسوة.
وبينما تسعى سلطات الاحتلال لإظهار التهدئة في الضفة المحتلة واصلت تصعيدها في قطاع غزة المحاصر، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على 10 مواقع في غزة فجر الأحد مخلفة خسائر مادية كبيرة. وفي المقابل كثف نشطاء فلسطينيون في القطاع هجماتهم الصاروخية على جنوب الأراضي المحتلة. ومتابعة لآخر التطورات بقطاع غزة المحاصر ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك مراسلنا خالد راضي. خالد، قصف صهيوني على مخيم البريج يسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة آخر، ضعنا في صورة المشهد. نعم جمال، يبدو أن هناك تصعيد إسرائيلي واضح، المنطقة تتجه نحو تصعيد متدحرج من قبل قوات الاحتلال. عملية الاغتيال اليوم استهدفت مجموعة من سرايا القدس، استشهد 2 منهم وأصيب آخر. لم تكن هذه الحادثة الوحيدة، هناك في شمال قطاع غزة أيضا نجت مجموعة من المقاومة من استهداف واضح معاد أذان المغرب، وفي شرق غزة أيضا استهدفت مجموعة من أنوية الناصر صلاح الدين، أصيب 2 منهم بإصابات، وصفتهم المصادر الصحية أنها إصابات متوسطة. كان أيضا أصيب في المنطقة الوسطى 2 من كتائب القسام اثر استهداف موقع لكتائب القسام في المنطقة. وكانت فجر اليوم اغارت على حوالي 15 استهداف، استهدف اكثر من 10 مواقع للمقاومة. يبدو ان التصعيد الاسرائيلي كما قلت يتجه الى تصعيد متدحرج في ظل التهديدات الاسرائيلية باجتياح غزة وشن عملية برية واسعة ضد المقاومة في غزة. العدوان الاسرائيلي برا وبحرا، حيث هناك يلوحظ بشكل غير مسبوق تحرك وتجمع الاليات العسكريه على المناطق الحدوديه للقطاع من فجر اليوم. نعم بالله. شكرا لك خالد راضي مراسلنا من قطاع غزه. اللهم انتقم منهم يا الله. الله على طول يعدمنا بلاش. يا الله يا الله. قتل 5 عراقيين وأصيب 15 آخرون في انفجار بمقهى غربي العاصمة بغداد. ويأتي هذا الانفجار فيما تستمر المعارك بين ثوار العشائر وقوات الملكي، حيث تمكن الثوار من أسر عدد من قيادات ميليشيات الملكي خلال معارك في ديالى شرقي البلاد. بينما يخسر كل يوم مزيدا من الأرض، يواصل جيش الملك اعتداءاته جوا على محافظات السنة، حيث لا حيلة له إلا سماء العراق. محافظة صلاح الدين وسط البلاد كانت على موعد مع غارات مكثفة استهدفت منازل المدنيين في قضاء بيجي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. وفي المحافظة ذاتها تعرض قضاء الشرقاط لقصف بالبراميل المتفجرة، ما خلف دمارا هائلا بعدد من البنايات السكنية والمحال التجارية. ولم يترك طيران الملك المحافظة إلا بتسجيل عدوان جديد، فقصف مبنى مجلس محافظة صلاح الدين والذي صار أثرا بعد عين بفعل شدة القصف. ومن وسط العراق إلى شماله تكررت ذات المشاهد، إذ شن الطيران الحربي غارات على منطقة الرشيدية وحي 17 يوليو في مدينة الموصل بمحافظة نينوى، كما طال القصف المروحي أيضا ناحية الزاب الأسفل قرب قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك شمالي البلاد. اعتداءات المالكي لم تثني شوكة الثوار الذين سارعوا بالرد الحاسم عبر السيطرة على أبراج في قاعدة سبايكر العسكرية بمدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين خلال مواجهة محتدمة أسفرت عن مقتل وإصابة 10 من أفراد القوات الحكومية التي كانت تتمركز في القاعدة. بالتزامن مع ذلك أكد الثوار أن قوات المالكي فشلت في تنفيذ إنزال جوي باستخدام مروحيتين جنوب مدينة تكريت في محاولة منها لإعادة السيطرة على المقر القديم للفرقة الرابعة التابعة لجيش المالكي، لكنها جوبهت بنيران كثيفة من قبل الثوار ما أرغم المروحيتين على الانسحاب.
قتل 35 سوريا في أعمال عنف واعتداءات في أنحاء البلاد في وقت شنت الطائرات الحربية غارات بالقنابل الفراغية على بلدة اليادودة في درعا، كما قصفت قوات الأسد بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ بلدة جبل الزاوية في إدلب، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين. مهد الثورة السورية تحت مقصلة طيران الأسد، هكذا كان الحال في محافظة درعا جنوبي البلاد، حيث سقط قتلى وجرحى نتيجة سلسلة من الغارات الجوية على منطقة درعا البلد وبلدات إنخل وتسيل وداعل، ما أسفر أيضا عن تدمير عشرات المنازل. كما قصف طيران الأسد مخيم خان الشيخ بريف دمشق بالبراميل المتفجرة، في حين قصفت المدفعية الثقيلة بلدة الكسوة. وعلى جبهة المليحة المحاصرة منذ أكثر من 90 يوما، استعاد مسلحو المعارضة السيطرة على عدد من البنايات في محيط البلدة الواقعة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، لكن الوضع في حلب بدا مختلفا، إذ شن الطيران الحربي غارات على أحياء المعادي والأنصار الشرقي ومساكن هنانو، في حين شنت قوات الأسد حملة دهم واعتقالات واسعة طالت العديد من المدنيين بينهم أطفال في بلدة المرجة. وفي محافظة حماة كانت قرية أبو دالي مسرحا لاشتباكات ومعارك قوية بين قوات الجيش الحر وقوات الأسد أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من قواته بحسب ناشطين سوريين. يأتي هذا فيما أصيب عدد من المدنيين جراء قصف الطيران الحربي مخيما للنازحين غربي قرية عطشان وسط حماة. أحياء دير الزور لم تسلم هي الأخرى من هجمات قوة الأسد، حيث تعرضت لقصف عنيف بالقنابل الفراغية بالتزامن مع اشتباكات في حي الرشدية. في مقابل ذلك تمكنت قوات الجيش الحر من استهداف تجمعات لجيش الأسد في بلدة سنجار بريف إدلب الشرقي، ما أدى إلى وقوع العشرات منهم بين قتيل وجريح، فضلا عن استيلاء الثوار على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. ومتابعة لآخر التطورات على الساحة السورية عبر سكايب من هناك مراسلنا منهل الحريري. منهل، دعنا في صورة آخر تطورات المشهد والمواجهات في المدن السورية، وأيضا هل لديك تفاصيل بشأن اجتماع الائتلاف اليوم؟ نعم جمال، من العاصمة دمشق نستطيع أن نقول أن الجيش الحر يحرز تقدما كثافي على ساحة القلمون، حيث أن القلمون بعدما دخلتها قوات أسد المسنودة بعناصر حزب الله اللبناني قبل 3 أشهر، الآن بدأ الجيش الحر والكتاب الثوار تتقدم نحو القلمون. اليوم كان هناك سيطرة للثوار على بلدة على الحدود السورية اللبنانية، بالإضافة إلى أن مقتل العديد من عناصر قوات أسد، بالإضافة إلى مقتل أيضا كذلك عناصر من حزب الله اللبناني في كمين استهدف في منطقة القلمون. بينما المنطقة الجنوبية نجد أنها مشتعلة حتى هذه اللحظات، البراميل المتفجرة مستمرة حتى هذه اللحظة جمال في المنطقة الغربية، بالإضافة إلى بلدة اليادودة وكذلك أيضا عكرمان التي تعتبر قريبة من مدينة درعا، حي المنشية لا تزال الاشتباكات فيه مستمرة حتى هذه اللحظات. المنطقة الشرقية في دير الزور اليوم كان حاضر الجو الطيران الحربي وكذلك المروحي في غارات استهدفت العديد من المناطق في شرق مدينة دير الزور. كذلك مدينة حماة اليوم كان هناك استهداف لسيارة تابعة لقوات أسد جمال، تم زرع لغم فيها وتفجيرها عن بعد. المعارك لا تزال مستمرة، مدينة حلب لا تزال أيضا بين فكي كما تحدث الائتلاف من قبل، وكذلك أيضا كما تحدث رئيس الأركان الجيش السوري. على الصعيد الآخر السياسي جمال، مثل اليوم نعم باختصار يا منهل، نعم جمال باختصار، بدأت اليوم اجتماعات لمدة 3 أيام باختيار خلف لأحمد الجربة،
هذه الاجتماعات حتى هذه اللحظة لم تسفر عن شيء، لكن هناك توقعات بأن هذه البحر قد يكون هو خلف للجربة، إلا أننا ننتظر النتائج بعد 3 أيام. شكرا لك منهل الحريري مراسلنا من سوريا. يختار الائتلاف السوري المعارض في اجتماع بمدينة اسطنبول التركية رئيسا جديدا للائتلاف يخلف أحمد الجربة الذي انتهت ولايته الشهر الماضي. وتشير الأنباء إلى وجود خلافات حادة بين الكتل المتنافسة، لا سيما بعد فشل المشاورات الرامية للتوصل إلى مرشح توافقي يحظى بموافقة الأغلبية، لكن من المحتمل أن تنحصر المنافسة على المنصب بين 3 هم سالم المصلط وموفق نربية ونصر الحريري. استقبل ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس هيئة الأركان العامة وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار ضباط القوات المسلحة. وخلال اللقاء استمع ولي العهد لإيجاز عن آخر استعدادات القوات المسلحة وجاهزيتها لحماية المملكة والدفاع عنها في مختلف الظروف والأوقات. وأكد الأمير سلمان أن القوات المسلحة تقف صفا واحدا وفي أي وقت ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المملكة. مهمة الحفاظ على أمن بلدنا بكل حدود في داخله هي مهمة كبرى، يشارك القوات المسلحة أن تساهم فيها ونجاهدها فيها، والحمد لله أنتم وأبابكم وأجدادكم قاموا بواجبهم في خدمة دينهم وبلادهم. قتل ما لا يقل عن 35 شخصا وأصيب نحو 40 آخرين في اشتباكات هي الأعنف منذ شهور بين المسلحين الحوثيين الشيعة وقوات الأمن اليمنية المدعومة بمسلحي القبائل. وأوضح مسؤول أمني أن من بين القتلى 15 جنديا، مشيرا إلى أن المعارك بدأت الجمعة واستمرت يومين في مدينة عمران شمال غرب العاصمة صنعاء. وفي محافظة أبين جنوبي البلاد قتل 6 جنود من الجيش في كمين استهدف مركبة عسكرية في ضواحي بلدة المحفد. وقال مصدر أمني إن مسلحين اعترضوا المركبة وأطلقوا عليها النيران من أسلحة رشاشة، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا فيها. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية أن نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي ستعلن في 20 يوليو الجاري. وقالت المفوضية إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تكون النتائج دقيقة، لا سيما بعد إلغاء نتائج الفرز في 24 مركزا للاقتراع بسبب عمليات تزوير يتم التحقيق فيها حاليا من قبل اللجنة. وفي نبأ الأخير، دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن قرار الحكومة خفض دعم الوقود الذي أدى إلى زيادة أسعار المواصلات وبعض السلع. وقال السيسي في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية إن القرارات الأخيرة كان لابد منها لمواجهة الديون التي تعاني منها البلاد. كما برر السيسي تلك القرارات المثيرة للجدل بتأكيده أنه لو تأخرت لغرقت البلاد في ديون تقدر بأكثر من 3 تريليونات جنيه حسب قوله. في ختام نشرتنا نذكر بأهم العناوين. شهيدان في عدوان جديد على غزة، وعباس يطالب بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال. طيران المالك يكثف غاراته على محافظات السنة، والمعارك تتواصل في تكريت. خمسة وثلاثون قتيلا في سوريا، والائتلاف المعارض يختار رئيسا جديدا له. ختام نشرة الأخبار من قناة المجد، تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.